رصاصة الرحمة على نادي الإسماعيلي في هذا اللقاء، رصاصة الرحمة يطلقها وليد سليمان صاحب القميص رقم 4 من تمريرة حريرية من فرج شلبي. عفوا أيها الرجل صاحب القميص 23، عفوا فرج شلبي، قل إذا قلت عليك أنك تبديل فقط لاستهلاك الوقت، لكن بالفعل أنت رائع. تمريرة حريرية رائعة من فرج شلبي إلى وليد سليمان يضع بها هدف في مرمى هذا العملاق عصام الحضري اللي مش عاجبه أبدا دفاع الإسماعيلي في هذه المباراة، ويضع بالفعل وليد سليمان هدف ولا أروع ولا أجمل، ليقضي تماما 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 على أحلام الإسماعيلي في هذه المقابلة، لينهي تماما تماما على أحلام الإسماعيلي، ويضع بتروجيت رسميا في المركز الثاني بعد الأسبوع 17 في الدوري ليصبح بتروجيت